ايوه زوينه، وينش القاطعه حتى ما تسالي عني؟ انا القاطعه تعرفيني ما صاحيه وتتشرهي علي، والله لو بايدي كان صبحت عليش كل يوم. وبتخليني واقفه عند رزه الباب ما بتدخليني داخل؟ عندي ليش كلام واجد. وانا بعد عندي ليش كلام، تعالي دخلي. سليمان يا الحجية، جايب أغراض من الدكان. ادخل يا سليمان، الباب مفتوح. ادخل يا سليمان، ما حد غريب. السلام عليكم يا الحجية. وعليكم السلام، خلي سامان داخل. إن شاء الله إن شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
كانها بنت وشفتها ما راضية. ومن هين جات البنت؟ يمكن ما تكون بنت، لكن رزق جديد، لكنه صعب. حاجة أمارة الحقية، أنا ساهر، الأغراض كلها في المطبخ. أحسنت يا سليمان، اجلس قهوة. يا عزة جيب القهوة. سلم على بنتك فاطمة وقولها تجي تزورني، وإنها نستني فضلش عليها وعلى أبوها، يذكروها دائما بيش. بس الله يسلمش الحقيقة، هي تستحي شوي. وكيف حالها تو؟ الحمد لله تحسنت شوية، بس البارحة حست بتعب وجبت لها الطبيب، لكن علي نصحني اني اوديها المستشفى. وديتها؟ والله وش اقول لك يا الحقيقة، وش اقول لك. اليوم ابو حمود الله يطوله في عمره قال لي اني ما اسمع كلام علي، يقول انه علي ما يعرف مو يقول. اقول لك شور وتسويه؟ شورش على عيني وراسي امر، وان شاء الله بنفذه. خذها للحاج عبد الله المعلم، بيخليه يسوي لها حرس ولا حجاب، وبعدين انت قول له انك من طرفي وهو ما يقصر. ان شاء الله بصير له اذا الله راد. حاضر، يلا انا سائر. فمان فمان الله، لا تنسى ترد الباب وراك. ان شاء الله. بيجيه مع المطر. أنا مرة سألت عن أمي، قلت له وين سارت، رد علي إنها انزفت العرس الحنة والياسمين. كلام فرحني بس ما أقنعني. أنا ما سألت، بس هو حس بسؤالي. كنت أريد أسأله عن حالي، عن مرضي. قال بيجيه. من هم؟ ومتى بيجيه؟ لما بيجي المطر. متى؟ لما بيجي السحاب. متى؟ لما يأمر الله. يمكن هو يقصد الخطاطيف. اللي بياخذني ما بيخطبني. نظرته لي بتكون خطة، ابتسامته زوادة. ما سألته من هين بيجي، أكيد ما من حارة. أصلاً حارتنا ما فيها إلا عوير وزوير. يا من زمان ما ضحكت. يمكن من زمان ما فرحت. فاطمة 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 فاطمة، خير؟ مو في؟ لحقي لحقي، أبوش طاح في السكة. أبوي؟ ما أعرف ليش بعض الأحيان يترى والدك ما أبوي. يمكن تكون أبوي، أقصد أتمنى أنك تكون. وليش أتمنى؟ أنت بالفعل هو.
أنا هو. أنا عارف. عارف. وإيش قلت له؟ قلت ليش هزيتني؟ أنت ما تعرف إن كلامك هذا يهزني من فوق لتحت، يخليني أرتعش مثل ريشة في ليلة برد، يقربني من القبر. لا تقول هذا الكلام الله يهديك أبوي، بعيد الشر عنك إن شاء الله، إن شاء الله يومي يسبق يومك. وبعدين أنا كنت أمزح. تمزح؟ تعبت، تعبت يا أبوي. ما في بلاد ما رحنا لها، ما في حارة ما أطرقنا أبواب بيوتها، والوجوه هي هي، لكنك تدور على وجه ما موجود إلا في داخل صدرك أنت، تحاول توصل لهم هم يتخيلون إنسان عادي مثل كل البشر، وأنت مصر إن غير. عقلك يتخيل، قلبك يجمل، ولسانك يقول اللي ما ممكن يكون في البشر. هو كذاك، هو كذاك يا ناصر. وإذا تعبت وما تبغى تكمل ارجع، لا تفكرني بترجعك. ليش تشوف علي كذاك؟ أنا تعودت أكون وحدي وما بموت، ولا حتى الذئاب بتفكر في لحمي. لحمي مر، وما أمر منه إلا الأيام اللي عشتها والليالي اللي سهرتها. ما مصدقني؟ أبوي، أبوي أنا ما كان قصدي. اسمع يا ناصر، سالم بلقاه، سالم بلقاه، حتى لو كان هذا آخر يوم في حياتك. أنا يا أبو ناصر، أنا ما كفيك؟ ما تكفيني، أنت نظر العين يا ناصر، أنت دوا القلب يا ناصر. ما أعرف، ما أعرف إذا لقيت سالم بحبه مثل ما أحب. ما أظن إنك بقيت لشيء. أجب ليش؟ ليش يا أبو؟ إذا كنت بتحبي سالم عنادي، سالم عنادي، افهم يا ناصر، افهم. Thank you.
ولا شايفنا اي مكان راخي ترى مثلنا مثلك. العفو العفو سيد احمد، على الاقل انتم موظفين. بخير يا ضيف، موظفين. وبالحقيقه نحن مجرد كتبه، كتبه وبس. على الاقل انكم متعلمين وفاهمين. وايش دخل العلم بالمكان والسكن يا طارش؟ على العموم كلامه في فايده، خبرنا متى ممكن نقدر نسير نشوف المكان؟ من اليوم، من تو اذا حبيتوا. بس عاد علي اني اشاور العم الحاج سعود اولا. طبعا طبعا طبعا، لازم تسال صاحب الملك. هو ما صاحب الملك، بس يعني كما تقولوا انه كبير الحاره، واي واحد في الحاره لازم ياخذ شوره. طبعا طبعا، بس نحن مستعجلين، ويا ريت لو تخلصنا الموضوع بسرعه. ولازم تعرف يا طارش اننا ما نقدر ندفع كثير. من هذه الناحيه اطمنوا، اصلا هذه الحاره ما حد يجيها البر. ما حد يجيها وما حد سمع عنها ابدا. هذا انا عندكم، حد يعرف منكم انا من هين؟ ابدا. كل اللي نعرفه عنك اسمك. وحتى اسمي، ما هو الاسم اللي يعرفوني فيه في الحاره؟ وايش اسمك هناك يا طارش؟ لما بتسكنوا بتعرفوا اسمي، واذا ما حصل نصيب بيبقى اسمي بالنسبه لكم طارش، طارش وبس. وانا الظهر ان شاء الله بسال عم الحاج سعود، واذا وافق ممكن اجيكم المكان اللي بغيتوني اياه واخذكم، لانكم وحدكم ما بتندلوا المكان. بنعطيك عنوان وبننتظرك. باين عليكم مستعجلين. مثل ما قلنا لك يا طارش. ها يلا يا شباب، ترانا طولنا، خاف المدير يمر على المكتب ما يلقى حد فيه. تفضل. احسنت يا طارش. سليمان اشوفك شيمت. ايه يا ابو حمود، ما حد بيصغر، كلنا بنكبر يا اخوي. كم سنه صار لي وانا اشتغل معك؟ اوه اسمي اجي تقريبا. لا تحسب يا اخوي ولا تعد. عمر عمر. نعم جيتك وانا بنتي فاطمه بعدها رضيعه. كنت حاملينها على ايدي. تتذكر؟ أتذكر أتذكر. عمر وسنين مرت. نعم إيه. جيتك وقفت قدام دكانك وكانت بنتي رضيعة مثل ما قلت لك، شالنها على إيدي. وأول ما شفتني واقف قدام الدكان مديت إيدك في جيبك باغي تعطيني مساعدة. ايه اتذكر. نعم اتذكر. لكن قبل لا مد ايدي في جيبي واطلع لك الفلوس قلت لي لا، انا ما ابغي مساعده، انا ابغي عمل، ابغي شغل. اي نعم. ما اعرف، احيانا وانا جالس بينكم احس عمري وكاني غريب، مع ان كل كلامكم عنكم انتم بس، مع اني اعرف انكم ما مثل بعض. وهنا السر يا اخوي. يا سيدي أبو حمود بقى تاجر العود،
اللي طول عمره يعطي، وأنا بقيت سليمان الحمالي اللي يعطي. لا 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 يا سليمان، هذا كله كان بعرقك وبجهدك وأنا أشهد. نعم با إن شاء الله. خليك خليك يا سليمان، أحد غريب. كيف حالك يا بنتي فاطمة؟ بخير إن شاء الله. زوينة تزورش هالأيام. اليوم الصبح كنا مع بعض. بغيت شيء با؟ أحسنتي يا بنتي أحسنتي. إيه أخوي يا سيد، فاطمة وزوينة صاحبات، اتربن مع بعض وحبن بعض، لأنهن تتمن مع بعض وهن صغار، ونحن بعد ما قصرنا فيه حتى ما تزوجنا. ايه يا سليمان ذكرت. سيف سوي 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 بسم الله. ايدك معانا سليمان. بسم الله تفضل. قهوة سليمان. تفضل عليكم بالعافية. تفضل. بسم الله. يا الله سليمان. نعم. لا تكون زعلان من سالفة أمس، ولا يمكن كلامنا مأثر عليك عن علي المجنون هذا. لا يا أبو حمود لا أبدا. يا أخوي سليمان، أبو حمود يبغى مصلحتك. نعم صدق صيف، والله لو يا معزتك الكلام هذاك اللي قلته ما كنت قلته، لكن سبحان الله علي هذا ما طيق ما حمله كذا لله فلله. هو صحيح لحد الحين ما أذى حد، لكن أبو حمود يشوف غير اللي أنا وإنت شايفينه، يشوف أبعد. يا سيف يا أخوي، لو حصل أي شيء من علي هذا صدقوني إني أنا ما بسكت. نعم وبوقف له يمكن أكثر منكم. هذا اللي نبقى منك وعشمنا فيك كبير. عمي علي كيف حال بنيتنا الحليوة؟ خير. أبوش هنا؟ داخل مع عمي أبو حمود وعمي سيف. أنا عند الباب يا بنتي يا فاطمة. هذا عمي علي قال يسأل عنك. خليه يدخل. احنا سايرين. يلا. جالسين يا جماعة. بعدكم ما تقهويتوا. أحسنت، اعتبر قهوتك واصلة. يا ملا خليك مرتاح. يلا سيف يلا. تفضل تفضل. انت ايش جابك الحين؟ انا جاي. اسمع اسمعني زين، انا اقدر اطردك من الحارة وفي اي وقت. الشيء اللي مخليني اسكت اني بعدني ما عرفتك زين، ما عرفتك من هين جاب. من ابو حمود الله يهديك، بس لا تحط راسك براس هذا، عدم معرفته احسن. اسمعني انت زين، ما تطول عند سليمان، الرجال مريض وتعبان، كلمتين وتطلع فاهم. يلا يا بحمد يلا. مو هذا يا ابو حمود الله يهديك، بس ما كان ناقص منك غير انك تمسك الرجال من رقبته. لو كنت قادر سويت هذا بعد. ايه وبدل ما يكون حق لك يكون عليك. واي حق؟ انت حتى الان ما شفت من الرجال اي شيء. توك الحين داخل تقول اني اشوفه بعد منكم، وحيت تغير كلامك.
هذا قدام سليمان بس حتى ما تكون وحدك، لكن بين بعضنا نعرف بعضنا زين. انت ما تعرفني زين يا سيف. لا اعرفك، اعرفك زين، بس ما بغيتك تعصب قدام واحد لا انا اعرفه ولا انت. انا اعرفه، اعرفه. على هين يا بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمي يا ابو حمود؟ بخير بخير. على هين سارة ما قلتي لي؟ سارة بيت عمي سليمان اودي لهم الاكل، قلت اكيد ما طابخين قلت اوديهم. زين تسوي يا بنتي، بس لا تدخل. يلا 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 سيف مشي مشي. كلهم يبغى يعرفوا من انا ومن هين جاي وليش جاي. فضول يا اخوي يا علي فضول، ولا هم مو خاصنهم؟ هل شكلي غير عن شكلهم ولا كلامي يختلف؟ حتى لباسي مثل لباسهم، يمكن هو قديم وكل لباس ذا قدم يكون كذا. ما من حقهم يا عمي، ما من حقهم. يقولوا واسمعهم لو من بعيد ان وراي سالفة، حد يقول اني مطلوب، الثاني يقول اني كنت مسجون. انا ما حد طلبني غير عمري، وما حد سجني غير نفسي. كافي خيري وشري، حتى رزة الباب لو سألوها كان خبرتهم كم مرة طلعت فيها من البيت. احسنت يا بنتي احسنت. يا الله بسيط. فمان الله عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حال ممتع بروحش. لا تعب ولا شيء، احنا جيران هذا واجب. تفضلي. بس احنا طابخين. ما عليه زيادة الخير. عمي علي انت هنا؟ هي بنتي هنا. عمي علي بيتغدى معانا اليوم. لا يا بنتي احسنتي، لا قصدي انا اكلي على النار، تركت على النار وجيت اكيد عاد زاحل. يلا صاير ما نروح. زوينه بغيت تقول شيء يا عم علي؟ اللي ما جاب ولد كأنه ما انولد. ما فهمتك. لكنه جاي، جاي معهم. مع المطر؟ نعم مع المطر. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير.
خلي عزة تغرف لك الأكل. ليش أنت ما بتاكلي معي؟ لا أنا صايم. وهالمرة نذر عن إيش؟ عزة، عزة، قرب الأكل لعمش أبو حمود. لكن ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، بهن السعيد. سمعت عن سليمان يقولوا انه تعب وغمر في السكه. اي نعم، الحين جاي من عند سرنا انا وسيف. بسم الله. سيف، وكيف حال بنته؟ وانا ايش عرفني حالها من حال كل البنات، وما تهمني بشيء بعدين. بس ابوها يهمك. طبعا يهمني، بيني وبينه مصالح رجال، وبعدين هذا الشيء ما يخص احد. كانت نصرة الباصرة عندي اليوم وقالت لي ان يا حاجي يا زوال، انت انسان مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وتعتقدي بهذه الخرافات بعد؟ الله يهديك. المهم قالت لي ان في رزق جاينك لكنه صعب. اللي بيجي من الله حياه الله، بعدين رزقي انا ما بيجي من ارض بور. أحسنت يا سعود، يوم إلا أنا أرض بور. كل الناس تناديني أبو حمود أبو حمود أبو حمود. وين حمود؟ قدرت خبريني متى بيجي حمود؟ عزة صبي الماء، صبي. ليش وقفت؟ كمل. وانت جنبي؟ ابغى اسمعك. وانا ابغى اسمع صوتك. بتردني؟ لا، انا بعزف على المزمار وانت تكملي كلامي. مو اقول اي شيء، كل كلامك غناء وكل ضحكه رنه خلخال. كل يوم كنت اعزف وانا اسمعك، ليش اليوم غير؟ يمكن كان سكوتك يكفيني حتى تتم صورة وجهك الحبيب داخلي بعد ما تصيري. اليوم أنا محتاج أكثر، صوتك مع وجهك مع ضحكة صافية تنهض كل الطيور اللي ما حركتها نغمات مزماري، تفتح الياسمين قبل ما تبرد نسمات المغرب. أنت أعزف وأنا بتغني؟ بالضحكة؟ كأنك باغي تقولي شيء أكبر من كل هذا وذاك. عينك فيها حزن النجوم البعيدة، وشفايفك عليها رعشة كرام الفراق، حتى يدك فيها رجفة الناوين على السفر البعيد. آسف
اعزف يا حارب. ما بيريحني من اللي انا فيه الا اذا عزف. الله يخليك ولو لاخر مره. حاضر. قالوا انك اجير وفقير فتاليهم مكذي وعلى على صوتهم. قالوا انك بترحل في يوم مثل الغيم اللي بيسافر من غير ما يروي الارض العطشان. ردت عليهم انفاسي كانت دافيه مثل اليقين وطار كلامي بلعت حلوق الحسد. قالوا مزمارك حبك وفي كل ارض لك قلب تحت كل نجم لك درب. ما رديت عليهم ولا حتى نبضي على ولا أنفاسي ردت كلامهم في حلوقهم. سكت خيفانة كلامهم طار وطار لين ما وصل أذون أبوي. سكت انتظر مني كلمة ظنيته يفهم حي عيوني أو حتى معاني سكوتي. لكنه ما نطق إلا اليوم وقال جاييني خطاب. ما رديت ما عرفت أتكلم وعقد لساني وردت أطراف أصابعي لفتني لفظة الخوف واليأس غمرة خدودي دمعة ساخنة جمرة ما شافها أبوي. سمعتها بعدها يقول لي مبروك. أسير أبشرهم بغيت أناديه أقول أحرص. مشى كأن صوتي ما صرخ إلا في داخلي. أنا جاي أخطب بنتك. هو غريب وأنا غريب لكني أنا أحبها أكثر. هذا مزماري شاهد عليه.
Thank you.